السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البياري من جامعة طبقات التطبيقية. راح أشرح الجزء الثاني من مادة الهندسة الأساسات، عبارة عن Foundation Design، تصميم الأساسات. تصميم الأساسات عبارة عن ثلاث هي عبارة عن ثلاث مطالب. أول مطلوب عبارة عن Footing Dimension، يعني أبعاد الأساس. ثاني مطلوب التسليح هو reinforcement، تسليح للأساس. ثالث مطلوب عبارة عن required check، يعني بدك تشيك هل الأساس عندك هذا مثلاً بقاوم البانشينج شير، بقاوم البيرنج كاباسيتي، بقاوم ديفلوبمنت لينث والدوز. تمام، هسه خلينا نروح لاول مطلوب هو فوتنج دايمنشن. فوتنج دايمنشن له هو عباره عن مطلوبين. اول ايش تكتب وجد ابعاد البي والال دايمنشن، يعني ابعاد الفوتنج طول القصير طول الطويل. وثاني شيء بدك توجد شيء اسمه ثيكنس للفوتينج، يعني بدك توجد سماكه الفاونديشن. هسا عندك هذا الفوتينج الاساس، هاي قاعدته، له بعد قصير وله بعد طويل داخله جوا، وعليه قيمه للبي الاوبل كيلو نيوتن، وهذا عباره عن ثيكنس للفوتينج. هسا للرينفورسمنت بقول لك اوجد لي التسليح المين ستيل، هذا عباره عن مين ستيل and secondary steel، او بسمى horizontal steel، يعني هذا vertical steel وهذا horizontal steel or secondary steel. secondary steel، تمام. والمطلوب الثالث required check، يعني بدك تشوف له هل انه بقاوم البيرنج كاباسيتي، وبقاوم الديفلوبمنت لينث الطول الفعال، وبقاوم الدولز ولا لا. هسه بداية راح نروح على الفوتينج، تصميم الفوتينج. بقول لك انه الفوتينج عندنا الاساسات عبارة عن سكوير اند ريكتانجولر وذ كونسنتريك لود. يعني هسه انا بدي اعلمكم بالفيديوهات القادمة او الفيديوهات، هسه بالفيديوهات راح اشرح واحد واثنين، يعني راح اشرح لما يكون عندنا مستطيل او مربع مع لود ثابت مثلا من دون ازاحة، وراح اشرح لما يكون معاه في ازاحة، يعني اسنتريكالي لودد، لما تكون اللود على مزاح. بالفيديو القادم راح اشرح الوول فوتينج والكومبايند فوتينج. الفيديو اللي بعده راح اشرح الاستراف فوتينج، والبعدين راح اشرح الرافت فوتينج والريتيننج وول، يعني راح اشرح الجدار الاستنادي. بداية خلينا ندخل على رقم واحد، هو ديزاين فور سنجل فوتينج. بقول لك ديزاين فور سنجل فوتينج كونسنتريك لودد، يعني هان كونسنتريك لودينج. تمام، بقول لك تو فايند بي و ال، يعني لما اوجد البي والال الدايمنشن للفوتينج هاب، راح نستخدم السيرفيس لود. هاي اول اشي مهم، لما اوجد البي والال بدي استخدم السيرفيس لود من دون اي فاكتور، يعني البي سيرفيس هاد راح يعطيك اياه هو اصلا بي ديد لود، ومعطيك بي لايف لود، تجمعه من دون ما تضربه بالفاكتور. تمام، يعني هاد عبارة عن بي سيرفيس. هاي اول اشي بنستخدم البي سيرفيس. ثاني اشي بنا لما نيجي نحكي هون راح نستخدم اشي اسمه كيو الاوبل نت. هسا الكيو الاوبل نت تساوي الكيو الاوبل نت عبارة عن الكيو الاوبل ماينس الكيو اللي جاي من ايش؟ من الاساس فوق. مش حكينا عبارة عن الكيو الاوبل ماينس الكيو اللي جاي من حوالين الاساس، يعني ها جاي من التربة حوالين الاساس. هون عبارة تساوي الكيو الاوبل ماينس الجاما فوتينج with depth of the footing. وبالحسابات نستخدم الكيو allowable or كيو allowable net،
يعني لما يكون عندنا هون في الحسابات راح استخدم الكيو الاوبل او الكيو الاوبل نت. هان كيو الاوبل يوز كيو الاوبل اور كيو الاوبل نت. هسه هون بدي اوجد الاريا فوتنج للاساس هاب. نحكي انه البي الاوبل هاي عباره عن بي الاوبل، نحكي انه الاريا فوتنج تساوي البي الاوبل على الكيو الاوبل، وهيك بنوجد الاريا فوتنج. وحسب الاساس اللي عندنا سكوير او ريكتانجولر بطلع قيمه البي وبطلع قيمه البعد الطويل. هسا في حال ايجاد الثيكنس، هسا هون بقول لك تو فايند ثيكنس. هسا اوجدنا الابعاد، بعد ما اوجد الابعاد بحول اللود عباره عن فاكتور، يعني بدي اضربه بالفاكتور لانه احنا بدنا اياه التيمت، تمام؟ يعني مع معامل امام. هسا الثيكنس هون حكينا انه لازم نستخدم يوز ال عباره عن التيمت لود. التيمت لود ومن الالتيميت لود راح اوجد الكيو التيميت اللي هي عباره عن البي التيميت. انا بدي احول البي سيرفيس هاي للبي التيميت اوفر اريا فوتنج. الاريا فوتنج اللي طلعتها من اللي فوق، يعني اول شيء بطلع البي والال، بعدين باجي بطلع الكيو التيميت عن طريق البي التيميت على الاريا فوتنج. بقول لك لايجاد الثيكنس نستخدم طريقتين. اول طريقه هي عباره عن وان واي شير. الوان واي شير على البعد القصير، يعني هان على شورت دايركشن بوجد ثيكنس على الشورت دايركشن، وبوجده كمان على اللونج دايركشن. وتاني طريقة بنستخدم التو واي شير. التو واي شير بوجده بس على اللونج دايركشن اور بي دايركشن، يعني واحدة من التنتين، لأن القيمتين راح تكون متساويات. هسه كمان شوي بعلم ليه، بحكي لكم ليش بتكون متساوية، لأنه احنا راح ناخذ مساحة ما راح تاخذ محيط مثل وان واي شير. هسه التو واي شير بس اطلع الثيكنس للثلاث محاولات هدول، بختار الأكبر، يعني بختار التي الأكبر، بختار التي الأكبر بر وهي بتكون الثيكنس. هسه اللي بيهمنا هون مثلا هون بالوان واي شير والتو واي شير راح نطلع ايش اسمه دي، يعني هان راح اطلع دي 1، هان دي 2، وهان دي محاولة الثالثة، تمام؟ بختار اكبر دي بيناتهم، الثيكنس بيكون عبارة عن دي الكبيرة بيناتهم بلس 0.1 اللي هي متر، اللي هي عبارة عن 100 ملي متر، اللي هي عبارة عن كونكريت ثيكنس زائد كونكريت كفر ماينس، او عفوا زائد الديمتر للبار. يعني هان المية هاي ال 0.1 هي عبارة عن 100 ملي متر، تمام؟ هي عبارة عن الكونكريت كفر زائد الدايمتر للستيل، دايمتر للستيل. هون اخذنا لمحه بسيطه سريعه على كيفيه ايجاد الثيكنس اند دايمنشن. خلينا نوجد الوان واي شير. اعلمكم هسه الابعاد حكيته، الاري فوتنج عباره عن بي الاوبل على على الكولوم على الكيو الاوبل، بكون معطى معك بالسؤال، يا اما بتعطيك كيو الاوبل او بتعطي كيو الو بالنت تستخدمها هي. هسه هون في الوان واي شير في الاتجاه لونج دايركشن، يعني بالاتجاه ال، حكينا انه ال مقابلها الكولوم الاكبر، يعني هان البعد اكبر وهان البعد الاكبر، تمام؟ والبي مقابلها البعد الاصغر، هي البعد الاصغر للكولوم، يعني هان سي 1 اكبر من سي 2، بحيث انه سي 1 مقابل موازي لل ال البعد الاكبر، وسي 2 لانها اصغر من سي 1 موازي للبي هي البعد الاقل. بالوان واي شير بقول لك بدك تروح مسافه مقدارها دي عن وجه العمود، يعني هون مسافه دي، هون مسافه دي، تمام؟ وفوق كمان مسافه دي، وهان مسافه مقدارها دي. هسه بتصفي عندي المسافه كامله، يعني هاي بتصفي عندي هان زي مستطيل،
تحكي لك القاعدة انه يجب ان يكون الفاي في سي اكبر من الفي التيمت، تمام؟ هسا الفي التيمت مقدارها هي عبارة عن الكيو التيمت. هسا بقول هسا لما هان راح يضل عندي مسافة هون، يعني هان راح يضل عندي هاي مسافة، تمام؟ بس اروح مسافة دي هان ومسافة دي من هان، راح يضل عندي هاي المسافة، هاي المساحة، هاي المنطقة، تمام؟ راح اخذ المساحة الها، بس هاي القيمة تساوي اكس 1. هسا قيمة الاكس 1 تساوي قيمة ال L اوفر 2، يعني L على 2 ماينس ال C1 على 2 ماينس قيمة D، تمام؟ يعني L1 على 2 بتصير هاي المسافة، بدي اطرح منها C1 على 2 كمان نص المسافة هاي، بتصفي عندي مسافة دي، بطرح مسافة دي هي تساوي كم؟ بيطلع عندي القيمة الـ X1 اللي هان. هسا الـ V Ultimate اللي هان، هان أكبر وتساوي الـ V Ultimate قانونها بقول لك إنه الـ Q Ultimate اللي طلعتها، حكينا إنه هان بطلع Q Ultimate، تمام؟ من الـ V Ultimate على الـ Area Footing، بحول اللود عبارة عن Ultimate Load، عبارة عن الـ Q Ultimate ضرب المساحة، هاي مساحة المنطقة اللي أنا ظللتها هاي اللي هي X1 ضرب B، يعني هان X1 ضرب B. أوجدنا الحد الـ V Ultimate، بدي أسويه الـ Phi VC، يعني بدي أسويه بالـ Phi VC. قانون الـ Phi VC في الـ One Way Shear هي عبارة عن 0.17 ضرب، يعني هان 0.17 ضرب الـ Phi 0.75. الفايل الشير عبارة عن 0.75، هاي عبارة عن فايل، تمام؟ 0.17 بال 0.75 جذر ال F برايم لل C ضرب البعد اللي أنا أخذته هون بحطه هون، يعني أنا شغال على اللونج دايركشن راح أعوض بالقانون البعد الثاني، يعني هنا بي، يعني هنا بي وهون بي ضرب دي الثيكنس اللي أنا بدي أوجدها. وهيك راح تكون معادلة بمجهول واحد هو دي، ونطلع قيمة دي، تمام؟ هسا في الشورت دايركشن بعد ما طلعنا باللونج دايركشن بروح الشورت دايركشن. هسا عشان ما تخربطوا انا حولت هون، عشان ما تحكوا مثلا ليش حول بي هون، ها هسا انا عكست، يعني جبت الفوتنج هذا لفيته هيك، يعني انتبهوا هان سي 2 وهنا سي 1 وهنا البي، سي 2 مقابل للبي، بس انا لفيت هذا هيك، بس انا عشان ما تخربطوا انتوا بدي ارجع الابعاد زي ما هي، يعني بدي ارجع هاي ال وهاي بدي ارجعها بي، وهان راح ارجعها سي 2 وهان سي 1، عشان انتوا ما تخربطوا وما تحكوا ليش هذا حول مثلا اخذ الفوتنج. هسا حكينا بنروح مسافه مقدارها دي من وجه العمود، هاي دي وهان دي، تمام؟ هاي هي المساحه. هسا انا شغال على البي، بدي اوجد المساحه العموديه عليها، يعني وين المساحه اللي عملتها المسافه دي عموديه على هاي، هاي المساحه، تمام؟ هاي وهاي، صح؟ هاي عموديه على البي لان انا بدي اخذ شورت دايركشن، وهاي عموديه عليها، صح؟ هاي مقدار هذا عبارة عن اكس 2 ناخذها، وهاي اكس 2، هاي لان هاي متساوي، يعني اللي فوق بتساوي اللي تحت، وهاي اكس 1 تساوي الاكس 2 اللي هان، يعني هان في هي نفس المساحة هاي، تمام؟ حلو، بدي اوجد الاكس 2، نحكي له انه قيمة الاكس 2 تساوي نفس اللي فوق، قيمة بي عفوا قيمة بي، صح؟ قيمة بي كاملة اوفر 2 على 2 ماينس قيمة سي 2 على 2، يعني هان سي 2 اوفر 2 ماينس قيمة دي، وهيك بنكون طلعنا الاكس 2. الفي التيمت تساوي عبارة عن الكيو التيمت طلعتها قبل شوي، عبارة عن بي التيمت على الاري فوتنج ضرب المساحة، هاي المساحة هاي اكس 2 بال، اكس 2 اللي انا وجدتها هون ضرب ال، وتساوي بدي اسويها بالفاي في سي، الفاي في سي حكينا 0.75 ضرب 0.17 ضرب جذر الاف برايم للسي، وحكيت باخذ البعد اللي انا اخذته هون
البعد المقابل للشورت دايركشن، انا شغال على الشورت دايركشن باخذ البعد الاكبر، يعني هان ال ضرب دي، ومن هان بوجد قيمة دي، دي تساوي بوجد قيمة دي. هسا بروح على التو واي شير، على البانشينج شير، يعني هان بدي تو واي شير هي بانشينج شير. حكينا وان واي شير اوجدت للبعدين، للوان شورت دايركشن واللونج دايركشن. خلينا اجي التو واي شير، هو عبارة عن البانشينج. البانشينج شير بقول لك انه ما تروح مسافة دي، هسا عشان يكون ادق بدك تروح مسافة نص دي، يعني نص الدي، بدك تروح مسافة نص دي، نص طول الفعال من كل وجه العمود، يعني هاي عبارة عن نص دي وهون نص دي، عشان ما اخربط الهاي، هاي نص دي نص دي نص دي، عشان يعني ما اعجك الرسمة. هاي هي المساحة اللي عملتها نص دي، تمام؟ هسا صار عندي مساحة نص دي، نص دي من هون، نص دي من هون. هسا العمود هذا يعني صار أبعاد المساحة هاي، هاي بعدها سي 1، نص دي منها نص دي منها عبارة عن دي واحدة، يعني هذا صار سي 1 بلس دي، وأبعاد اللي هون عبارة عن سي 2 بلس دي. معي انتو؟ يعني هان السي 1 ضلع حاط زائد نص دي من فوق نص دي من تحت، صار سي 2 بلس دي، وهان صارت سي 1 بلس دي. هسا القانون بقول لك انه الفاي في سي اكبر او يساوي الفي التيمت، بس هون قيمة الفي التيمت راح تفرق عن الون واي شير. الفي التيمت بحكي لك انه عبارة عن البي التيمت ماينس الكيو التيمت بالاريا، هاي الاريا اللي عملتها تسمى الاريا بانشينج شير، يعني هاي المساحة هي عبارة عن الاريا للبانشينج شير. هان هي سي 1 بلس دي، سي 2 بلس دي. هيك طلعنا قيمة البي التيمت. بدي اروح اطلع قيمة الفاي في سي واسويهن ببعض وطلع قيمة دي. يعني هون الفاي في سي الون واي شير كان 0.17، بالتو واي شير بضربها باثنين، يعني هاي بتصير 0.17 ضرب اثنين، هي نفسها، يعني هان خليني اوضح انه هاي نفسها 0. يعني بس اضربها 0.33، تمام؟ 0.75 اللي هي فاي للشير، ضرب جذر الاف برايم للسي، ضرب البي نوت ضرب دي. هان عندنا قيمة البي نوت. ايش البي نوت؟ هي عبارة عن المحيط. المحيط يعني انا استخدمت في التيمت مساحة، يعني هاي عبارة عن اريا، بس هون بدي استخدم محيط اللي هو محيط المنطقة. هاي محيط المنطقة، يعني بي نوت هاي عبارة عن سي 2 بلس دي، 2 بالسي 2 بلس دي لانه الضلعين متساويات بضرب باثنين، زائد 2 بالسي 1 بلس دي. فهي بكون وجدنا البي نوت، بعوضها فوق، بدي اساوي البي التيميت مع الفاي في سي، بطلع قيمة الدي اللي انا راح استخدمها، قيمة الدي، ومنها باخذ من الثلاث قيم اللي طلعت معي باخذ الاكبر، وبحكي انه التي تساوي الدي بلس 0.1 بالمتر. طبعا هان راح اعوض الدي وكل شيء راح يطلع معي بالمتر، بس بحالة واحدة، يعني لازم اعوض جذر الاف برايم للسي، بكون معطيني اياها بالمليمتر، بضرب 10 اس 3، يعني هاي بضربها ب 10 اس 3، وقبل شوي كمان بضرب 10 اس 3، يعني هون كل واحدة لازم اضربها ب 10 اس 3 لحتى يطلع معي قيمة دي بالمتر، تمام؟ بالمتر، يعني هان كمان ضرب 10 اس 3. يعني هاي شو اسمه؟ يعني الوحدات لازم تكون متشابهة عشان نريح حالنا. هسا اوجدنا هون الابعاد الفوتنج، واوجدنا كمان ايش؟ ابعاد الفوتنج والثيكنس للفوتنج. نيجي نوجد التسليح للفوتنج، رينفورسمنت. بقول لك الرينفورسمنت بكون عندنا هون الفوتنج، هان التسليح، بقول لك الفوتنج هون، الكيو التيميت اللي اوجدتها بكون تحت الاساس، يعني بتكون عباره عن تحت الاساس، هاي كيو التيميت، وهان ناشونال جراوند ليفل، وهذا عبارة عن الفوتنج لاين. هسا هذا بكون البي ضرب ال، أوجدناها، وأوجدنا الكيو التيميت،
او جنة لكيو التيميت، اللي هي عبارة عن قلنا البي التيميت اللي جاي من هون، بس بي التيميت يعني البي التيميت ضرب عفوا بي التيميت على الاريا فوتنج اللي اوجدته. تمام، هسه اللي ما بيعرف كيف بدي اوجد البي التيميت، هسه هو بعطينا الديد لود ومعطينا لايف لود. بكون البي التيميت له عبارة عن 1.2 بالديد لود بلس 1.6 باللايف لود، وهي بكون بي التيميت وجدناها، نقسم على الاريا فوتنج بيطلع معنا كيو التيميت. هسه الكيو التيميت هاي بدي استخدمها في تسليح الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي، يعني في عندنا تسليحين في الاتجاه الطولي وتسليح في الاتجاه العرضي. هسه بداية راح اوضح كيف التسليح بالاتجاه الطولي، يعني هان بالاتجاه ال. هسه المسافة، هسه الكولوم هاد راح نعتبره زي كأنه كالتليفر، يعني كالتليفر يعني مثبت من طرف وفري من طرف الثاني، عليه لود زي هيك، عليه مقدار كيو التيميت، يعني هان عليه كيو التيميت، هاي عبارة عن الكيو التيميت اللي فوق. هسا الكيو التيميت هاي راح تعمل مومنت على الكولوم، يعني راح يصير قيمة فيها قيمة للمومنت، ومن خلال المومنت بوجد الاريا اوف ستيل. خلينا نكمل. المومنت التيميت هي عبارة عن الكيو التيميت ضرب ال المسافة هاي كيو التيميت ال تربيع على 2، يعني هان ضرب ال تربيع على 2 ضرب 1 متر، عشان ضرب 1 متر عشان احولها لكيلو نيوتن، هاي الكيلو باسكال راح احولها لكيلو نيوتن دوت متر، يعني بس الواحد متر هاي عشان احولها لكيلو نيوتن دوت متر، ما تصير كيلو نيوتن دوت متر مربع. تمام، هسه قيمة ال، هسه ال هاي كيف بدي اوجد قيمة ال؟ ال عبارة عن ال ماينس سي اللي هان مقابل لها سي 1، صح؟ ال ماينس سي 1 يعني هان قيمة ال اللي انا بدي اعوضها بالقانون، عبارة عن الطول الطويل ماينس سي 1 اوفر 2 يعني على 2، بيطلع قيمة يعني هان ال ماينس سي 1 تطلع المسافة هاي والمسافة هاي، بما انهم متساويات بقسمها على 2 تطلع قيمة ال. تمام، وهيك بكون اوجدنا الام التيميت. هسا الام التيميت هاي بدي اوجد منها الاريست اوف ستيل للفوتنج ها، بس احنا ايش بالاتجاه الطويل، يعني هان تسليح بالاتجاه الطويل، يعني هان يا هون يا هون، بس بهاي الحالة راح يكون هان عكس عقارب الساعة، رد الفعل تاع مع عقارب الساعة. تمام، اذا كان مع عقارب الساعة بكون موجب، اذا التسليح راح يكون تحت. تمام، الاريا اوف ستيل قانونها الام التيميت بس تضربها ب 10 اس 3 10 اس 6 عفوا اوفر 0.9 ضرب ال 0.9 اف اليلد ضرب ال A ماينس بس ثواني اللي هي عباره عن دي ماينس اي على اوفر 2 عشان ما اخربط فيها. بس هاي هسه هاي القيمه تقريبا تساوي 0.9 بدي. تمام، بالثيكنس هسه 0.9 بالثيكنس بالدي طول الفعال بنعوضها، يعني هاي زي كانها مش موجوده. تمام، بتصير عندنا القانون اريا اوف ستيل عباره عن area of steel m ultimate ضرب 10 اس 6 over 0.9 ضرب f yield ضرب 0.9 ضرب d. بس راح ننتبه هون، لا يعني بعوض قيمة d بالمليمتر، وهاي بضربه ب 10 اس 6 راح يطلع معي ال area of steel بالمليمتر تربيع. وهيك بنكون اوجدنا ال area of steel، بس لازم نقارنها بالاريا اوف ستيل مينيمم. هسه هون قيمة الاريا اوف ستيل مينيمم تساوي رو مينيمم ضرب الرو مينيمم ضرب بي ضرب دي ضرب بي ضرب دي. هسه البي اللي هون بالاريا اوف ستيل مينيمم عبارة عن 1000 متر، 1000 مليمتر اللي هي 1 متر. تمام، باخذها على 1 متر ستريب، وقيمة دي اللي طلعت معي فوق رو مينيمم عبارة عن 0.0018.
هسا بس اطلع الاير اوف سي المينيمم، راح اخذ الاكبر وراح اصمم عليها. يعني راح اخذ الاكبر وراح اجي اصمم عليها. كيف راح اخذ الاكبر واصمم عليها؟ يعني بحكي انه الاريا اوف ستيل يجب ان تكون اكبر او تساوي الاريا اوف ستيل مينيموم. باخذ الاكبر بيناتهم، مثلا طلعت اير اوف ستيل، تمام. بعد ما اخذنا الاكبر بدي اجي شيء، مثلا بدي اوجد السبيسنج. يعني هان بختار يوز فاي الحديد للبار، مثلا نختار فاي ال20، تمام. المستخدم 20 مليمتر، هذا دياميتر للايش؟ دياميتر للبار الواحد. هسا السبيسنج بحكي لك انه عبارة عن 1000 لواحد متر، يعني ضرب الاريا اوف ستيل للبار الواحد على الاريا اوف ستيل اللي طلع معنا فوق. هسا عشان احلل هاي بحكي له انه عشان مثلا نختصر حالنا، 100000 عفوا ضرب باي بي دي متر للبار تربيع، على هان مش المفروض على 4 باي على 4 دي تربيع، بدي انزل الاربعه تحت ضرب الاريا اوف ستيل اللي طلعت معي. فعم نطلع قيمة السبيسنج تطلع معي بالملي متر. طبعا اكيد راح اقرب للاقل، يعني السبيسنج هون راح اقرب للاقل، التقريب للاقل. يعني مثلا طلعت معي 172 ملي متر، اكيد ما راح، يعني المصري ما راح مثلا العامل ما راح يقص لك الحديد او يحط لك المسافات على 172 ملي متر، يعني مش على 2 ملي. فانت على طول بتحكي له مثلا 170 ملي متر الاقل، تمام، عشان الامان. يعني اذا كبرنا ما بزبط، يجب ان نكون اقل عشان للامان. هسه هون بعد ما وجدنا التسليح راح اشيك على، بقول لك انه الشيك اول شيء على الطول الفعال ديفلوبمنت لينكث، طول الفعال. خلينا نيجي نحكي على الطول الفعال فور تنشن منبر. يعني هان بقول له انه الطول الفعال فور تنشن منبر، بدك تشيك على الطول الفعال فور تنشن منبر، عفوا تنشن ستيل، وبدك تشيك في قانون للكومبرشن ستيل وفي قانون. يعني هان بقول لك اول شيء بدك تشيك على طول فعال على الهاط وطول فعال فور كومبريشن ستيل، وكمان بدك تشيك على ثالث اشي هو عبارة عن دول. هسه بحل المثال راح اوضح كيف نشيك على كل واحدة. بقول لك المثال هون بقول لك ديزاين ا ريكتانجولار فوتنج تو سبورت بيدد لود تساوي 800 كيلو نيوتن وبي لايف لود 450 كيلو نيوتن. الاف برايم للسي معطينا اياها 28 والاف ييلدينج 420، الكيو الاوبل معطينا اياها تساوي 220 كيلو نيوتن كيلو باسكال عفوا، والديبث اوف ذا فوتنج 1.8 والجاما فوتنج 18. بقول لك الكولوم دايمنشن ابعاد الكولوم 0.5 وال 0.3. طالب لي ديزاين ا ريكتانجولار فوتنج، يعني فيه قيمة L وقيمة B. هسه بداية راح أوضح نقطة مهمة فور ديزاين، نحكي له فور ديزاين. هسه طبعا بالامتحان هاي القيمة راح تجيك جاهزة على أساس إنه توحد القيم، بس هون فور ديزاين للريكتانجولار فوتنج بكون قيمة L تساوي بين قيمة ال L بين 1. بتكون قيمة ال L بين 1 بوينت ربع إلى 1 بوينت نص من البعد القصير. فإحنا هون راح أخذها 1.2، هان عفوا 1.2، فأنا باخذها القيمة الأصغر اللي هي 1.2. يعني راح اخذ اول بداية الحل انه قيمة L تساوي 1.2 من قيمة B. طبعا هاي يعني في حال جاب لك مستطيل بتكون معطى معك بالسؤال given. هسه هون بحكي له اول اشي انه الكيو الاوبل، هم عطينا هاني كيو الاوبل نت،
انا بدي عفوا معطينا الكيو ال اوبل، انا بدي اوجد كيو ال اوبل نت. الكيو ال اوبل نت حكينا انه عبارة عن كيو ال اوبل ماينس الكيو العادي. اذا الكيو ال اوبل نت اللي انا بدي اوجدها، نت اللي بدي استخدمها بالقانون، الكيو ال اوبل 220 ماينس الجاما فوتنج 18 ضرب ديبث فوتنج 1.8، تطلع معي 187.6 كيلو باسكال. هسه غالبا بالاسئله والمهندسه اعطتنا اياها انه عادي لو استخدمنا الكيو ال اوبل هاي او نستخدم الكيو ال اوبل نت، غالبا ما بعطيك الديبث اوف ذا فوتنج والجاما فوتنج، بس بهذا المثال عشان اوضح لك انه عادي استخدم الكيو ال اوبل نت، وعادي لو اوجدت الابعاد على الكيو ال اوبل العادي. هسه البي سيرفيس مجموع القوى سيرفيس من دون اي فاكتور 800 بلس 450، بيطلع قيمة الهاد 1250 كيلو نيوتن. الاريا فوتنج حكينا عبارة عن الكيو ال اوبن اوفر البي سيرفيس عفوا 1250 اوفر الكيو ال اوبن، اللي طلعت معنا الكيو ال اوبن نت هي 187.6 يساوي. هان خلينا نطلع القيمة هاي 1250 على 187.6، بيطلع معي قيمة الجواب عفوا الجواب الاير فودن 6.66 متر تربيع. هسا حكينا لنا انه ال L تساوي 1.2 بالبي. هسا الاريا فوتنج للريكتانجولر يعني الاريا فوتنج فورس المستطيل عبارة عن L ضرب B. هسا ال L ضرب B ال L قيمتها 1.2، هان قيمتها 1.2 من ال B، إذا صارت 1.2 بال B تربيع، يعني ال B surface 1.2 بال B تربيع بلس 6.66، وبطلع قيمة ال B. هان قيمة ال B تساوي، هان ايش بدي اسوي؟ بدي اقسم هذا القيمة على 1.2، بعدين راح اخذ الجذر لها، جذر الانسر 2.35. بنقربها ل 2.4 متر. هسه قبل التقريب بدي اقسم، يعني هان الاريا فوتنج اوجد البعد بي، يعني هون الاريا فوتنج 6.66 تساوي ال 1.2 بالبي تربيع، صح؟ عفوا ال بالبي، يعني هان ال ضرب البي هاي 2.35 قبل ما اقرب، على بقصد 2.35 على 2.35 بتطلع قيمة L. L تساوي هان 6.66 تقسيم 2.35 بتطلع مع قيمة 2.83، نقربها ل 2.9 متر. وهيك بنكون أوجدنا أبعاد الفوتنج. بعد ما اوجد ابعاد الفوتنج بدي اوجد الثيكنس، بعد ما بس اجي بدي اوجد الثيكنس، يعني هون بحكي له انه الثيكنس بدي اوجد الثيكنس التي بلزمني البي التيمت. البي التيمت هون 1.2 بالديد لود اللي هو معطيني اياها بالسؤال 800 بلس 1.6 باللايف لود، باللايف لود اللي هو 1680 كيلو نيوتن. طلعنا البي التيمت، ده طلع لي كيو التيمت. الكيو التيمت عبارة بي التيمت على الاريا فوتنج 1680 على الاريا فوتنج. ايش اخذنا الاريا فوتنج؟ اخذنا 2.9، واخذنا البعد الثاني عبارة عن بعد بي اللي هو 2.4 2.9 و 2.4. يعني هان بدي اقسم 1680 اوفر 2.9 ضرب 2.4، بيطلع معي الجواب الكيو التميت 241.4 كيلو باسكال. هسه بدي ادخل احكي وان واي شير، بوجد الثيكنس عن طريق الوان واي شير بالبعد
اول شيء بدي اوجد البعد لونج دايركشن، خليني ارسم الفوتين كيف يكون. هاي مستطيل، تمام. هاي الكولوم، حكينا انه هذا اثنين، اوجدنا 2.9 وهذا 2.4 متر، هان بعد بي وهان بعد ال. هسه حكينا البعد الطويل مقابله للبعد الطويل للكولوم، يعني هان او نص و 0.3، يعني هذا نص هان هو نص وهان 0.3. بدي بالون واي شيب بدي اروح مسافة دي. هسه هدول الحكي بالحل، يعني بس للشرح انا شرحت انه بروح مسافة دي، بس على طول انت بتوجد الاكس 1، يعني هان راح يطلع معي هان مساحة عمودية، انت هيك راح تحل، راح يطلع مساحة عمودية. قيمة الاكس 1 هاي، نوجد قيمة الاكس 1، اكس 1 هي عبارة عن كم؟ على طول تحفظها مثلا 2.5، 2.9 ماينس 0.5 على 2 ماينس دي، تمام؟ يعني ها 2.9 على 2 ماينس 2.5 على 2، جمعتهم مع بعض لأنهم قمائم متساويات، طلع 2.9 ماينس نص على 2 ماينس دي، هاي قيمة اكس 1. البي التيمت اللي هي مساحة هاي بالكيو التيمت، كيو التيمت كم طلعت مع 241.4 ضرب المساحة اللي هي، خلينا أوجد هذا الحد 2.9 ماينس نص على 2، بيطلع معي الجواب 1.2، يعني هان 1.2 ماينس دي ضرب البعد الثاني 2.4. خلينا نوضح انه هذا قيمة اكس 1 وهي قيمة ال بي، هان لونج دايركشن على البعد ال، هان قيمة البيتا تساوي الفاي بي سي. الفاي بي سي بالون واي شير 0.17 ضرب 0.75 ضرب جذر اف برايم سي، معطينا جذر 28، وحكينا هنا بضربها ب 10 اس 3 ضرب ضرب البعد بي 2.4 ضرب ال دي، بنطلع قيمة الدي، بتطلع معي قيمة الدي، انا طلع لي الحاسبة 2.41 عفوا 241.4 ضرب ال 1.2 ماينس الشيفت الفا اكس ضرب 2.4 برضو الفا سولف يساوي 0.17 ضرب 0.75 ضرب جذر الاف برايم للسي اللي هو 28 ضرب 10 اس 3 ضرب 2.4 ضرب الاكس هي دي، شيفت سولف بيطلع معي الجواب، بس راح يطول معي شوي 0.316 متر. هسه بدي اوجد الون واي شير بس على البعد، يعني هان 2 في الشورت دايركشن، بالشورت دايركشن هاي هاي برسم كمان واحد 2.4 وهان 2.9، هاي العمود 0.3 0.9. حكينا في عندك مساحة عمودية، يعني المساحة هاي، هاي في عندك مساحة، هان قيمة x2 خلينا نعتبرها انه قيمة ال x2 تساوي 2.4 ماينس 0.3 المسافة هاي على 2 ماينس دي. ال v ultimate هي المساحة هاي، يعني هان 2.4 ماينس 0.3 over 2 1.05 ماينس دي ضرب البي اللي ها بالاتجاه ايش احنا بي، اذا هم تضرب الاتجاه ال 2.9 وهان الكيو التمت 241.4 بلس 0.17 بال 0.75 ضرب جذر ال 28 ضرب 10 اس 3 ضرب البعد الثاني اللي هو 2.9 ضرب دي، بطلع قيمة دي، دي بتطلع معي تساوي 0.276. هسه بدي اطلع بال 2 واي شير، فاجي بحكي على ال 2 واي شير، ال 2 واي شير
البي التيمت الها تساوي، حكينا البي التيمت كم طلعت معنا؟ البي التيمت 1680 ماينس الكيو التيمت 241.4 بالاريا للبانشينج هون اللي هي 2.5، 2.5 بلس دي، يعني هان 2.5 بلس دي بال 2.4، لا او بوينت عفوا، هان نص بلس دي بعد الكولوم، هان 0.3 بلس دي، اوجدت الاريا مباشرة، يعني هان اخذت نص مسافة، وهان سو 0.33 ضرب 0.75 ضرب جذر اف برايم للسي هي 28 ضرب 10 اس 3 ضرب 10 اس 3 ضرب البي نوت اللي هي عبارة عن 0.5 بلس تي 2 زائد 2 بال 0.3 بلس دي ضرب الدي، وقيمة دي بتطلع تساوي 0.377 تقريبا 0.4 متر. اذا اكبر واحدة هي 0.4، اكبر واحد من الثلاث، اذا الثيكنس تساوي 0.4 بلس 0.1 اللي هي تساوي نص متر. وهيك اوجدنا، نكون اوجدنا الثيكنس. هسه بدي اوجد التسريح رينفورسمنت، رينفورسمنت تسليح للفوتنج في الاتجاه الطويل، يعني لونج ستيل، دوجة اللونج ستيل هون، هاي الفوتنج، هاي اللونج ستيل 2.9 2.4، هاي الكولوم، هان نص. حكينا بوجد قيمة ال، ال هي عبارة عن 2.9 ماينس نص over 2، هان 2.9 ماينس نص over 2 بيطلع قيمته 1.2. ال 1.2 هاي بنطلع منها ام التيمت، ام التيمت حكيت لك كيو التيمت اللي هي 241.4 ضرب الالتيمت ال ال تربيع 1.2 تربيع over 2 بيطلع معي القيمة، يعني هان عبارة 241.4 ضرب 1.2 تربيع اوفر 2 بيطلع معي 173.8. هسا ال 173.8 كيلو نيوتن دوت متر لكل متر، لان انا بدي اضربها بواحد متر، تمام؟ لحتى تصير دوت متر. هسا من الام التيمت تطلع الاريا اوف ستيل، الاريا اوف ستيل حكينا انه الام التيمت هاي 173.8 بضربها ب 10 اس 6 على 0.9 ضرب الافيليت معطيني اياها 420 ضرب 0.9 ضرب الدي، الدي احنا اخترناها عباره عن 0.4 بس حكيت لك تعوضها بالمليمتر 400، بتطلع معي القيمه 173.8 ضرب 10 اس 6 على 0.9 تربيع، لانه اخذت 0.9 تربيع 420 ضرب 400، بيطلع معي الجواب 1277.18 ملي متر تربيع. بدي اطلع الاير اوف ستيل مينيموم هي 0.018 ضرب البي اللي هو 1000، حكينا بناخذها على 1 متر، هاي المسافة 1 متر من هون لهون، باخذها على مسافة ستريب 1 متر ضرب الثيكنس هي 500 وتساوي هان 0.18 ضرب 1000 ضرب 500 بيطلع مع قيمة 900. الاريا اوف ستيل هاي اكبر من هاي، اذا هاي اللي باخذها، تمام؟ هاي الكنترول، ومنها بطلع السبيسنج، يعني هان بطلع السبيسنج، بحكي له السبيسنج الاس عبارة عن، بنحكي له انه يوز فاي 16، تمام؟ الاس عبارة عن 1000 1 متر ضرب باي بال 16 تربيع اوفر 4 ضرب الاريا اوف ستيل، طلعت معي 1200
وسبعة وسبعين وتساوي بيطلع قيمة الأس هي عبارة عن قيمة الأس 157.5، بقربها ل 150 مليمتر. يعني هون يوز فاي ال 16 ات 150 مليمتر او 15 سم. هسه بدي اوجد على الشورت ستيل، يعني هان بدي اوجد الشورت ستيل. نفس الحكي بطلع ال هان، مثلا هان 2.4 وهاي كان 0.3، ال تساوي 2.4 ماينس 0.3 على 2، ال تساوي 2.4 ماينس 0.3 اوفر 2، بيطلع القيمة 1.05. ال 1.05 بدي اطلع منها الام التيمت، ام التيمت عبارة 1.05 كل تربيع اوفر 2، بضربها بايش؟ بالكيو التيمت اللي هي 241 بوينت 4، تطلع معي هان 1.4 تربيع ضرب 241.4 تقسيم 2، بيطلع معي 133 ام التيمت او 7. هسا ال 133.07 بدي طلع منها الاير اوف ستيل اللي هي 133.07، نفس الاشي 10 اس 6 على 0.9 ضرب ال 420 ضرب 0.9 ضرب ال دي اللي هي اخذناها 400، وتساوي الاري اوف ستيل هان 978. بس اقارنها مع المينيمم اللي قبل شوي طلعت معي 900، هنا هان اكبر من 900، اذا هاي الكنترول. بس اطلع الكنترول بطلع منها السبيسنج، نحكي انه يوز فاي 16، السبيسنج عبارة عن 1000 ضرب باي 16 تربيع على 4 ضرب الاري اوف ستيل هاي 978، تطلع مع القيمة القيمة بتطلع 210 مليمتر، هي بتطلع 205 عفوا بتطلع 205.5 مليمتر. انا بدي اقربها لل 200 لكل 200 ملم، اذا فاي 16 ات 200 ملم. هسه في بعض الكتب باخذوها مثلا 210، ما يعني ما في اشكال. هسه هان بدي اصمم ال هون، بعد ما صممنا الشورت ستيل واللونج ستيل بدي اشيك على الديفلوبمنت لينكس وعلى الباور. هان بحكي لك شيك ديفلوبمنت لينكس، شيك تشي. هسا القانون ال دي تساوي الاف يلد بالاوبسايد تي بالاوبسايد اي بالاوبسايد اس باللمدة على 1.1 جذر الاف برايم للسي ضرب السي، هذا المقدار هو عبارة عن سي بلس كي تي ار على ال دي دايمتر للباي، هان ضرب الدايمتر للباي. هسا ايش ما ايش هدول الرموز؟ هسا الاف ليد معروف، جذر اف برايم للسي معروفة، ايش هذا الحكي؟ دايمتر للباي معروف. هسا الابسايل تي هو بقول لك انه بيعتمد على موضع، مثلا هون بحكي لك انه الاوبسايد تي على موضع الستيل، اذا كان توب ستيل هو معامل بيعتمد على موضع الستيل، اذا كان توب ستيل قيمته بتطلع 1، اذا كان توب ستيل 1.3، اذا كان بوتوم ستيل بتكون قيمته 1. هسه الاوبسايد الاي هو ايبوكسي، ايبوكسي فاكتور يعني معامل الطلاء، اذا كان الطلاء عندنا نوعيته ايبوكسي بيكون اذا كان ايبوكسي كويتد مطلي ايبوكسي كويتد بيكون قيمته من 1.2 ل 1.5، ناخذ 1.3 اذا كان ايبوكسي.
كويتد. أما إذا كان بناخذ قيمة واحد إذا كان unquoted، يعني غير مطلي، إذا كان الستيل عندنا غير مطلي. الفايل الأس بيعتمد على حسب الشيب، يعني هذا عبارة عن شيب فاكتور. هسا إذا كان فايل الديامتر البار عفوا أكبر من 20، بيكون قيمة الفايل الأبساي الأس قيمته واحد. أما إذا كان الديامتر للبار أقل أو يساوي 20، بيكون قيمة الفصاي 0.8. هسا قيمة اللمدة هاي بتكون قيمتها 1 فور نورمال، نورمال ويت كونكريت، وبتكون قيمتها تساوي 0.75 اذا كان لايت كونكريت، يعني نوعية الخرسانة المستخدمة نورمال اور وايت هان 0.75 اذا كانت وايت لايت عفوا لايت ويت كونكريت. والكي تي ار بكون عندك فور فوتينج نو ستريب، يعني الكي تي ار هاي تساوي زيرو. وهذا الحد كامل يجب ان يكون، يعني هان يجب ان يكون اقل او يساوي 2.5، يعني سي بو بلس كي تي ار على الديامتر البار اقل او يساوي 2.5، وغالبا بيطلع اكبر فاحنا بناخذ 2.5. يعني اذا ما بدك تغلب حالك بحساب السي والكي تي ار خذوا 2.5. السي هسا شيء، السي عبارة عم بحكي لك انه اقل كونكريت كفر، يعني ها بقول لك انه عبارة عن least value، least value كونكريت كفر، او المسافة نص المسافة center to center spacing between بار، يعني هان سبيسنج اوف بار، اوف بار نص المسافة. انا باخذ ايش القيمة الاقل بيناتهم. هسه نو بقول لك انه السي بلس كي تي ار على الديامتر للبار اقل او يساوي 2.5. هسه ال افيلبل تسمى افيلبل لينك. هسه هون في شغلة تسمى ال افيلبل، ال افيلبل ال هاي عبارة عن available length، الطول length، الطول اللي بتقارن منه ال دي. إذا كان اف ال دي أقل أو يساوي من ال available طول فعال بكون أوكي. أما إذا كان ال دي أكبر من ال available not أوكي. وبهاي الحالة بدي استخدم اشي اسمه هوك، هوك 90، يعني هان بقول لك استخدم يوز هوك نات 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 اوكي، واستخدم لي هوك 90 درجة مثل زي. هسا نرجع للمثال، بقول لك انه الابساي التي كان تساوي واحد، كان توب ستيل، وبساي كان ايبوكسي تساوي واحد، وكان انه اللمدة تساوي واحد، كان نورمال كونكريت. والفايل الشيب لانه الفايل البار اقل من هان، كان الديميتر للبار اقل او يساوي 20، فاستخدمنا الفايل الاس 0.8. السي تساوي الكونكريت كفر قيمته 50، هذا كونكريت كفر، وبقول لك اقل قيمة ونص الايش نص ال 210 تساوي 105، باخذ الاقل قيمة الاقل، يعني باخذ 50. هسا سي بلس كي تي ار اوفر دي ديمتر البار وتساوي 50، حكينا الكي تي ار تساوي 0 على ديمتر البار كان كم؟ اخذناه 16 وتساوي 3.125، اكبر من 2.5، اذا باخذ 2.5. هاي اول قيمة وجدناها. هسا قيمة ال LD باجي بعوض بالقانون، قانون هاف الطويل. ال LD عبارة عن 420 هو F yield على 1.1 ب جذر 28
ضرب 1 ضرب 1 ضرب 0.8 القيم الثلاث بساي اوفر السي بلس كي تي ار اوفر دي الديمتر البار كان 2.5 اخذناها ضرب الديمتر البار كان 16 واتش اوت بيطلع ال ال دي 370 بطلع قيمه ال ال افيلبل ال ال افيلبل هان عباره عن ال ال العاديه اللي اوجدتها في الاتجاه القصير او الاتجاه الطويل حسب انا ايش درجه ال ال دي الها هان طبعا انا بوجد ال ال دي في الاتجاه القصير في شورت ستيل شورت ستيل ال ال الافيلبل الها 2.4 على 2 ماينس 0.3 على 2 اللي هي قيمة ال ماينس كونكريت كفر اللي هي 50 تمام طبعا هون 50 هاي بالمليمتر يعني هان بدي احولهم بالمليمتر يعني هان 2400 هان 2400 ماينس 300 على 2 ماينس 50 بيطلع قيمته 1000 قيمة ال ال افيلبل تساوي 1000 1000 مليمتر بقارنها بال 370 بما انه ال ال دي اكبر من اكبر ال ال دي اقل من ال افيلبل اذا اوكي وهيك بكون حلينا السؤال وشيكنا على الديفلوبمنت لينك خليني ارسم الرسمه كيف يكون عندك التسليح بشكل سريع عندك هون فوتينج وحكينا هان اتجاه الطويل وهان اتجاه القصير كان عندنا الكولوم هيك هسه هان بما انه هاي كانت ليفر والستريس كانت هان عكس عقارب الساعة رد الفعل مع عقارب الساعة اذا موجب اذا تحت تنشن تكون بالموجب تحت هاد عبارة عن فاي 16 ات كما وجدناها 150 مليمتر هاد لللونج دايركشن في الاتجاه القصير هان بالاتجاه القصير بكون عندك كالتيليفر هون هاي الكيو التيمت هان عكس عقارب ساعة مع عقارب ساعة بكون هان هاد عبارة عن فاي 16 ات 200 مليمتر وهيك توزيع التسليح على كل من الاتجاهين السلام عليكم